بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الشكر لله، ثم القائمين على مشروع جمعية مكة حسنة. أنا الحاج ناجي علي محسن. أولا أقول أشهد لله شهادة أسعل عليها يوم القيامة على يا من سوى وساهم في هذا البير وهذا إن حسناته في محلها. أول ما يكون إن احنا المواطنين الذي مستفيدين من هذا عدة مواطنين. كانت بير لدينا وهي أقرب بير ماها غير صالح للشرب، ويشهد الله أن المختصين الدكاترة قالوا أنها تدي مرض العقم ومرض الفشل الكلوي الذي كنا نشرب منها. هذا البير نحمد الله ونشكره والفضل لله على ان هذا البير طلع حقها الماء حلو، والمواطنين مثل ما لا تشوفوا. لا نطول الموضوع، فانا اشهد اول ما اتكلمت واشهد في اخرها على يا من الذي ساهموا في هذا انها في محلها وانها اكبر فعل خير. والسلام عليكم ورحمه الله. ما شاء الله ما شاء الله، نحمد الله. اتكلم.